دلوقتي خلينا نتحول للدقهلية وزميلنا محمود جميل. اتفضل محمود. صباح الخير عليك يا منى، وصباح الخير على كل مشاهدي صباح الخير يا مصر في كل مكان. بالفعل انا موجود دلوقتي في محافظه الدقهليه لمتابعه يعني بدء العمليه الانتخابيه لانتخابات مجلس النواب 2020 في المرحله الثانيه. الحقيقه محافظه الدقهليه من المحافظات المميزه في الاستحقاقات الانتخابيه، خاصه في مجلس النواب. في منافسه شديده جدا هنا في محافظه الدقهليه في جميع الدوائر اللي موجوده فيها. احنا بنتكلم في 10 دوائر على النظام الفردي في محافظه الدقهليه، اللي عدد المرشحين اللي بيتنافسوا على مستوى المحافظه كلها 353 مرشح بيتنافسوا على 21 مقعد. عشان كده ومن خلال يعني حوارنا مع شهود العيان في المحافظه، التوقع للنتيجه صعب جدا، لكن التوقع لنسب الاقبال وان يكون في اقبال شديد في المحافظه ده متوقع جدا، لان احنا عندنا عدد مرشحين كتير جدا على عدد مقاعد قليل. في عدد لجان فرعيه هنا في محافظه الدقهليه 1426 لجنة فرعية. أنا موجود في دايرة من الدوائر اللي بتشهد منافسة جديدة، وهي الدايرة الأولى في قسم أول المنصورة. دي بتشمل قسم أول وتاني المنصورة، بيتنافس فيها 43 مرشح على مقعدين. جميع الدوائر في محافظة الدقهلية بيتنافس عليها المرشحون بيتنافسوا على مقعدين، ما عدا الدايرة الخامسة وهي مركز دكرنس، دي بيتنافسوا على 3 مقاعد. الحقيقة هنا بالنسبة كمان للاستعدادات، كان في استعدادات بدأت منذ أيام باجتماع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية مع رؤساء المدن والأحياء والمراكز، وأكد وشدد على جاهزية المقار الانتخابية. لحد امبارح بالساعات الأخيرة من امبارح يوم الجمعة كان بيتم الانتهاء من جميع الاستعدادات فيما يتعلق بتجهيز المقار الانتخابية، في مظلات في المدارس، كمان في بوابات للتعقيم. هناك أيضا حرص على الإجراءات الاحترازية أنها تكون موجودة بشدة. كمان وإحنا بنتكلم في الوقت اللي أنا بكلمك فيه منا، في ناخبين موجودين دلوقتي حريصين على أن هم يكونوا موجودين مع بداية فتح اللجان في 9 صباحا. فيما يتعلق أيضا بالتأمين، هنا في تأمين على أعلى مستوى بالنسبة لقوات الأمن التابعة لمديرية أمن الدقهلية، بتقوم بتأمين المقار الانتخابية المختلفة. في المدرسة اللي أنا واقف فيها، مدرسة شجرة الدر الإعدادية بنات، في يعني جولات لدوريات أمنية بتجوب جميع اللجان وجميع المقار الانتخابية الموجودة في مدينة المنصورة هنا. كمان في استعدادات من مديرية الصحة، يعني مديرية الصحة رفعت درجة الاستعداد القصوى في جميع المستشفيات، وأكدت على وجود أطقم طبية داخل اللجان المختلفة للتأكد كمان من وجود المستلزمات الطبية المتوفرة من حيث ارتداء الكمامات للناخبين وهم داخلين يطلبوا بأصواتهم، وكمان الحرص على التباعد في المسافات وما يكونش فيه أي ازدحام. عندنا كمان دايرتين تانية هيشهدوا كمان تنافس كبير جدا في محافظة الدقهلية، هي دايرة مركز ميت غمر، ودي بيتنافس فيها عدد من المرشحين 36 مرشح بيتنافسوا على مقعدين. والدايرة الأخرى هي دايرة مركز أجا، بيتنافس فيها 29 مرشح على مقعدين. فمتوقعين في الساعات القادمة يكون في إقبال في جميع دوائر محافظة الدقهلية نظرا للمنافسة الشديدة اللي ما بين المرشحين. دي الصورة بوجه عام في محافظة الدقهلية، وهنتابع معاكم يا دينا في الساعات القادمة كل ما هو جديد فيما يتعلق بالعملية الانتخابية في المرحلة الثانية في محافظة الدقهلية. بعود ليك مرة أخرى.